علمتني الحياة في ظل العقيدة أن من حفظ الله حفظه الله، ومن وقف عند أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحدوده بعدم التجاوز حفظه الله، من حفظ الرأس وما وقع والبطن وما حوى حفظه الله، من حفظ ما بين فكيه وما بين رجليه حفظه الله، من حفظ الله في وقت الرخاء حفظه الله وقت الشدة، من حفظ الله في صباح حفظه الله عند ضعفه وقوته، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ها هو الأسود العنسي، ذلكم الساحر القبيح الظالم الذي ادعى النبوة باليمن، يجتمع حوله اللصوص وقطاع الطرق ليكونوا فرقة تسمى فرقة الصد عن سبيل الله جل وعلا، ليذبح الدعاة في سبيل الله. ذبح من المسلمين من ذبح، وأحرق منهم من أحرق، وطرد منهم من طرد، وهتك أعراض بعضهم، وفر الناس بدينهم، عذب من الدعاة من عذب، وكان من هؤلاء أبو مسلم الخولاني عليه رحمة الله ورضوانه، عذبه فثبت كثبات سحرة فرعون، حاول أن يثنيه عن دعوته قال كلا والذي فطرني لن أقف، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فما كان منه إلا أن جمع الجموع كلها وقال لهم إن كان داعيتكم على حق فسينجيه الحق، وإن كان على غير ذلك فسترون، ثم أمر بنار عظيمة فأضرمت، ثم جاء بأبي مسلم الخولاني عليه رحمة الله فربط يديه وربط رجليه ووضعوه في مقلاع، ثم نسفوه في لهيب النار ولضاها، إن هذه النار كما يقولون كان يمر الطير من فوقها من عظم ألسنة لهبها فتسقط الطيور في وسطها، وهو بين السماء والأرض لم يذكر إلا الله جل وعلا، كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ليسقط في وسط النار. كادت قلوب الموحدين أن تنخلع وكادت أن تتفطر، وانتظروا والنار تخبو شيئا فشيئا فشيئا، وإذ بأبي مسلم قد فكت النار وثاقه، ثيابه لم تحترق، رجلاه حافيتان يمشي بهما على الجبر على الجمر ويتبسم. ذهل الطاغية وخاف أن يسلم من بقي من الناس، فقام يتهددهم ويتوعدهم، أما هذا الرجل فانطلق إلى المدينة النبوية إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر، ويصل إلى المسجد ويصلي ركعتين ويسمع عمر رضي الله عنه وأرضاه بهذا الرجل، فينطلق إليه ويأتي إليه ويقول أأنت أبو مسلم؟ قال نعم. قال أأنت الذي قذفت في النار وأنقذك الله منها؟ قال نعم. فيعتنقه ويبكي ويقول الحمد لله الذي أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم عليه السلام. من حفظ أبي مسلم؟ من حفظ أبا مسلم؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو حفظ الله عز وجل، فحفظه الله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.